اختفي شوية ويعني بعد الفترة لأن ماجد الحين تشوفك بعدين تشوفك أبغى خلك تشوفك زين صورة بعدين تشوفك كنا نأمل بدلا من العفو أن نحظى بمحاكمة عادلة، وكان هذا الأهم بالنسبة لنا، وكان هذا اللي راح يكون انتصار مش لنا احنا فقط. من يوم كان صغير أكثر عن أفهم الباقي. وعرفت أول ما شافك ولا؟ شهاب، أنت شو اسمك شهاب؟ هذا كان بابا كيف حالك؟ قال بخير؟ ماجد هو اسمه شهاب. اسمه شو؟ شاب؟ شهاب.